متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا من السهل. هذه الحلقة ممتعة وقد خرجنا بها عن المألوف. اليوم نحن في ضيافة أحد أصدقائنا من مدينة بغداد، ألا وهو الإسكافي عامر. هذه القصة هي من إحدى القصص المهمة في سهل نينوى وفي محافظة نينوى وبصورة عامة، كونها حققت الكثير من الإنجازات التي نسعى عليها نحن في تحقيق السلام وتعزيز التعايش بين مكونات نينوى. علاقاته قد أصبحت جسورا تمتد من مدينة اسمها بغداد إلى عدة محافظات في بلدنا العزيز العراق. سيحدثنا عن تجربته في هذه المهنة وفي هذا المجال، وكيف استطاع أن يبني علاقات عديدة مع عدة محافظات، وحتى أن اسمه أصبح في دهوك الكل يعرفه بعامر الإسكافي. أهلا وسهلا بك صديقنا عامر، عرفنا عن نفسك. أنا اسمي عامر يلدى إيشوع، من سكن قرقوش حمدانية بغداد. شنو شغلك؟ صار لك قد تشتغل بهذه المهنة؟ والله هذه المهنة أشتغل بها تقريبا 1988. نعم. لي هذا اليوم. ومن تهجرنا طلعنا إلى عقرة، عقرة دهوك، وهم اشتغلنا نفس الشغل هناك وصارنا أصدقاء ومعامل. لي هذا اليوم يخبروني ليش ما ترجع على عقرة. لي هذا اليوم، وأنا أنطي تحية خاصة لإخواني لأصدقائي كلهم جماعة عقرة. زين، هناك من اشتغلت بعقرة، هل كان اكو يعني اشخاص اخرين يشتغلون بهذا المجال؟ شلون قدرت تكون العلاقات؟ شلون مثلا انت اللغة مالتك واللهجة تختلف عن والله اللغة هناك؟ والله انا بصراحة اخويا بصراحة غانم، انا اشكره وانطي له تحية من برمالتكم. يعني بصراحة هو كان محل ماله، وقلت له انا اوسطى، وقال تعال اشتغل وياي، واشتغلنا 3 سنوات و7 أشهر أنا وهو. ما شاء الله. وأزيت من أخوه. لي هذا اليوم يعني. لي هذا اليوم أزيت من أخوه. زين، ممكن تحكي لنا عن هذه المهنة بصورة عامة، يعني التحديات، المصاعب بعد عودتك لمدينتك؟ هل دعموك المنظمات، الحكومة؟ يعني احكي لنا عن. لا 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 لا. لا لا ولا بشر ما دعمنا، بس بلا شو اسمه هاي المنظمة، والله نسيت اسمها. انطوني اجوا قال لي اشتري، قلت له والله اريد لي ماكينه ياسا. بصراحه ما عندنا منه بالعراق، بس موجوده في المانيا وفي سوريا، يعني لقيت مثلها سعرها تقريبا 1100 يعني دفتر و30 ورقه. بس هم المنظمه انطوني 15 ورقه، يعني اشترينا شويه اغراض بينه وخلف الله على المنظمه. والله ما اعرف ايش اسمها، نسيت المنظمه اسمها. زين، ممكن تحكي لنا مثلا انت عندك علاقات على مستوى محافظه نينوى، على القرى، على المناطق، على الرياف، شلون بنيت هذه العلاقات؟ صدق انا اذا اقول لك اشتغلت ب 88 كان يعني والوالد ب 88 تقريبا، كان عندنا فوق ال 60 65 قريه تابع القضاء حمدانيه، كلهم معاملين يعني الحاوي كله والجماعة اخواننا الكاكيه كلهم معاملنا، كانوا من وردكه اللبن، مجيديه، صفيه، هاي كلها الجمل كبرلي. ادب هذا الجانب الاخر للمناره كان كلهم معامل مالتنا. هذه المنطقه الاخر فوق بازقرتان، ما بازقرتان بعد برطله، ما كان اكو يعني تصليحات ما تصليحات، كلهم معامل مالتنا كانوا هذول. يعني عن طريق هذه المهنه قدرت تبني هذه العلاقات؟ نعم 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 نعم. مرات من تروح المكان وتحتاج فد مساعده هناك يطلعون اصدقائك؟ نعم نعم. هسه قلت لك هسه البارحه كنت بدهوك بعقره، يعني ياهو يقول لي تعال تغدى يمنا، يعني الاصدقاء يعني فتشي يعني ما انساهم، لان صار بيناتنا ملح وزات، يعني صراحه ما انساهم. زين، شنو يعني تشوف انه اكو اقبال من الناس على تصليح الاحذيه لو دا يشترون جديد؟ استاذ بصراحه قبل بالحصار كان شغله مالتنا ماكو مثلها بالحصار، لان تكرم الحذاء بالحصار كان ب 10,000 دينار، والموظف احترامي له هو كان ياخذ 3,000 دينار، ما يقدر يشتري له تكرم حذاء. هسه صار صيني، بهذاك الوقت ما عندنا احنا صيني، عندنا كله عراقي، ما عندنا استيراد، بس شنو غالي كان. غالي. هسه الحذاء يعني تكرم تروح تنزل للسوق بصيني ب 10 12 ألف يقاوم له اسبوع. اسبوع ونص ما يقاوم له اذا ما يطلع ريحه، اذا ينكسر مشمع كله. العراقي هسه لو نرجع على المعامل العراقيه يكلف له على الحدات هسه يكلف حذاء مال 60,000. اذا عندك 10 نفوس بالبيت ايش قد يريد له؟ 600,000 بس تكرم الاحذيه. ما يقدر يشتريه. هذا الاصلي. الاصلي نعم، يقاوم سنه وفوق. مرحبا.
إذا يعني بالرغم من كل التحديات لا زالت هذه المهنة موجودة، ولا زالت إنه العلاقات تستمد مثلا من خلال هذا الشغل. عندك هواية شفت أني هسه هواية زبائن مسلمين كاكايين شبه مسيحيين. أنا بصراحة دا أقول لك بالحصار كنت أشتغل شفتين، شفت الصبح من الساعة 8 للساعة 2 أنا أشتغل بس لإخواني خارج القضاء الحمدانية، ويجون بثلاثة وفوق أشتغل القضاء الحمدانية. زين شلون نشوف العلاقات بين المسيحيين والمكونات الأخرى بها؟ والله علاقات هي طيبة وعلاقات قوية ما أقول لك لا، بس إيشني المحبة انشالت بالشعب. ليش؟ رجع أحسن سؤال قلت لي ليش؟ المحبة إذا ترجع لهذا البلد ماكو مثل هذا البلد، وخاصة سهل نينوى. إحنا نعوزنا المحبة، وإذا ما ترجع المحبة هذا البلد يبقى هيجي متهته، لأن الراعي ما عندنا، وكل منطقة ما بيها راعي تخسر. الراعي ما عندنا. يعني سبب إنه كل هذا الحقد والكراهية والانعزال، وتشوف إنه هذا محصن منطقته وما يريد واحد يدخل منطقته، وهذاك ما يريد واحد يدخل منطقته، كلها بسبب انعدام المحبة. نعم المحبة هسه لو ترجع المحبة، إحنا قبل 20 سنة كان يجينا جماعة ما عنده مثلا يطب أي منطقة في البيت بقرقوش، يقول له يا بتراني جوعان، يقول له تعال كل. هسه ماكو هذا الشيء. هسه مرة إذا يجي مسلم يمي خاصة يقعد مرة مرتين يمي، يقول هذا عندهم مصلحة بيناتهم. يعني النظرة السائدة إنه اختلفت. نعم. إذا أقول لك إذا ما ترجع المحبة للبشر، كل البشر مو بس القضاء الحمداني، للعراق كله، إذا ما ترجع المحبة ما يرجع هذا البلد، لأن هو المحبة يبني كل شيء. شنو عندك رسالة أخيرة تريد توجهها للشعب العراقي بصورة عامة والأهالي نينوى؟ والله أنا أنصح كل الشعب العراقي، إذا كان مسلم، إذا كان مسيحي، إذا كان أخويا صابئي أو يزيدي أو أي ما كان دينه أو مذهبه أو عرقه، إذا ما ترجع الرحمة والشفقة بقلبه ما يفيد هذا. أهم شيء ترجع المحبة. المحبة ما عدنا. ترى الفلوس ما يسوون شيء للبشر. أنا أعطيك هسه كلمين. أول شعر سيدنا المسيح له المجد إيش يقول؟ يقول من ضربك على خدك الأيمن حوله الأيسر. إمام عليه السلام إيش يقول؟ يقول عجبت لمن بنى القصور والقبر مسكنه، وعجبت لمن جمع المال والموت يطالبه. يعني الموت وراك، يعني ما يفيد. أهم شيء المحبة هي. يعني من خلال قصدك إنه نفتهم الإنسان الحياة قصيرة، والإنسان يعني المفروض انه ما يزعل اخي الانسان وما يخلي خاطر الانسان، لانه بالرغم من كل اللي يصير نشوف انه الحياه قصيره، والمفروض اكو احترام واكو محبه واكو تعاون. استاذ هو البلد او المنطقه او البيت، هسه البيت لو ما بينه محبه صار غابه. ابسط شيء البيت اذا ماكو محبه صار غابه. اذا ما تنبي المحبه بهذاك البيت او بلد او قضاء او وين ما كان ما ترجع. الصديق إذا ما يحب صديقه ما مازق هذولا. يعني إذا بين الأم والولد واحد ما يريد الواحد شلون تبني؟ أساس هو المحبة. الأنبياء يقولون المحبة، سيدنا المسيح له كل المجد يقول المحبة. يعني إذا ماكو محبة ماكو كل شيء. شكرا لك وشكرا لوقتك الثمين. حياك الله أستاذ، يا مرحبا. وأنا أنطي تحية خاصة إخواني الإسلام دي يسمعون صوتي، أنا أشكرهم لأن كانوا كلهم معاملي خاصة من هذا الجانب، وإذا من هذا الجانب إذا من هذا الجانب أنا أشكرهم كلهم، إذا كانوا سنة أو شبك إخواني أنا أشكرهم كلهم. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، في كلمة بسيطة من هذا السوق ومن هذه المهنة سمعناها كل العالم ينادي بها، لكن قليلون من يطبقون هذه الكلمة، ألا وهي المحبة التي تبني جسورا من الحب وتهدم جدرانا من الكراهية. المحبة هي أساس أي شيء في هذا العالم. المحبة هي جسر للتواصل الإنساني، جسر للتواصل التجاري، جسر يبني إنسانية عميقة تمتد جذورها إلى آلاف السنوات. من هذا السوق ومن هذا المحل استطعنا أن نتعلم كلمة أخرى نقدمها بدورنا إلى كل المشاهدين، بأن المحبة أعظم من كل شيء في هذا العالم. شكرا لكم، وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم من السهل.